نقول لك انا والله ما نقدر نهار كله، انا راه شوف الحاله ديالي شتي انا الحضور ما قديتش مع لا برا، بقيت كنسمع يعني ما قدرتش. غادي واش برد عليك شويه هذا الحكم؟ شوف عنده ما يبرد عليا، ما عطاوه 30 عام قهوه، ولكن ما نقدرش نوصف لك اصلا النهار كله، انا ما حاساش براسي هي هذيك. اول ما شفتو دخل المحكمه صافي بقيت كنتقفل على راسي، واخا 30 عام انا ما كافيانيش، واخا عطاو الاعدام ما كافيانيش، واخا عطاو المؤبد ما كافيانيش. باقي ما فهمتيش كيف وقعت الجريمه؟ باقي اصلا شوف هاي كنبرد راسي شويه في الخدمه، كنبرد على حسب راه عندي وليداتي، ولكن راني مدمره كنكون بوحدي، عرفتي راه كنولي وحده اخرى. ما الحمد لله وصافي، اللهم لك الحمد، ربي كتب عليا هادشي، تنحمد الله ونشكر والحمد لله. الله يرحمها. حيت انا اصلا هما من الصباح هما خدامين، من 9 الصباح دابا هادي واقيلا 11، يعني عاد تحكم، وانا اصلا ما قديتش نمشي للدار، قلت تنشوف الحكم ديالو، ولكن هو ملي دخلوا المحكمه صافي ما تحكمتش في راسي، ما عرفتش كي وليت وحده اخرى الحمد لله. حس باش نمشي لك اعز ما عندك في ولادك في الدار، واخا شنقول لك عندي وليدات وحدين اخرين الله يخليهم لي والحمد لله ربي عطيهم لي، كنعمر عيني بهم، ولكن لا النفسيه ديالي ولات مدمره وحياتي ولات مدمره، ما بقيتش في الحاله ديالي الطبيعيه كما كنت عايشه، ما بقيتش عايشه، راني وليت كل ساعه انا غاديه للطبيب، يعني بحال وليت عايشه غير بالمهدئات، واش انا حياتي كلها غنبقى عايشه هكاك؟ راه عندي خدمه وعندي مسؤوليه وعندي وليدات، اليوم علي وغدا على وحده اخرى. الحمد لله انا عجبني ديك التعامل ديالو مع القضاء مع، يعني عجبني فيهم ديك الشيء، ريح لي شي شويه قلبي، ولكن انا من الداخل راني مدمره الحمد لله. الحكم برد عليا، وكنشكر القضاء مازال عندنا في المغرب، بالخصوص هذا الرئيس الله يعمر له الدار، هو النائبين اللي معاه، وكيل الملك، زعما راه شنو نقول لكم، مازال القانون في البلاد ومازال عندنا ثقه في القانون، ما عمري دوز شي قضايا لا يقدر على شي واحد بحال هكا، ولكن عندنا القضاء وكنشكرهم وكنشكرهم بزاف، هذا هو القضاء ولا حيد بالك. بالنسبه حكموه 30 عام، طاو 30 عام، بردوا لي شويه الغليل، ولا ما 30 عام ما ترجع ليش بنتي، ولكن بردوا لي الغليل ديالي شويه، المهم ارتاحت من واحد الناحيه، علاش؟ باش يذوق العذاب كما ذوقوا لنا هو وحرمنا من الكبده ديالنا. بنيته في عمرها 18 عام ورزانا فيها، يترزا حتى هو في الحياه ديالو، ويحسوا والديه يحسوا باش كنحسوا حنايا، رغم ذلك والديه يشوفوه ويبقاو يزوروه، حتى حنا كنشوفوها نزوروها، ما نكذبش على الله، كتجي عندي في المنام وكنزورها وكنشوفها وكتهضر معايا بواحد الراحه الكامله. هذه يومين باش شتها الحمد لله، عرفتي ما نوصف لكمش داك الشيء اللي شتها به، اللهم لك الحمد كيعلم بالغيبه الا الله سبحانه وتعالى. ارتحتني والمفاجأة قالت لي هي، والحين الحمد لله هذه هي المفاجأة، واحد الراحة بعدا ارتحيت من ناحية القانون. مازال عندنا في البلاد اللي يقول لك القانون ما كاينش، كاين شي وحدين كيتلاعبوا به، ولكن كاين الناس الله عمرها سلعة، كنقدرهم وكنحترمهم، كنقول لهم سيروا في هذه المسطرة راكم مرتاحين، واخا يدعي فيكم شي واحد أنا كندعي فيكم بالخير، والله سبحانه وتعالى ما عمره غادي يخسركم، إن هذا هو الحق وهذا هو القانون. الدفاع كيحاول انه يبرر باللي راه هو مريض نفسي او لا، الدفاع المهم الله اعلم مع شكون اللي زور هو ولا مع شي شواهد طبيه، وجابهم بغى يتفلى عليهم بهم، ولكن الحمد لله السيد وكيل العام عاق به، والسيد الرئيس تا هو عاق به، المهم ضربوا له كل شيء في الزيرو والحمد لله، هذا هو الحكم اللي يستاهل. ولا المهم ارتحوني الحمد لله، هذا الشيء الحكم اللي كيحاول انه مريض نفسي فيه. ولكن باش كنقول لك هذا الرئيس الله يعمر عسلاه، رئيس معناتها باش نقول لك ود القانون، والله ينصره والله يحفظه. كيسالوا شي سؤالات على حساب الخدمه وعلى حساب القرايه ديالو، جاوبوا باي اريحيه، ومن كيدخل له القتل كيقول له انا نسيت، لا انا ما عارفش، لا انا ما كنعقلش، لا انا كذا، المهم الحاجه اللي كتضرو كيدير نستو فيها زعما راه مريض وما كيعقلش، وكيبين راسو راه ناعس به النعاس، والحاجه اللي في المصلحه ديالو هو كيجاوب عليها بواحد، المهم كنشكرهم بزاف. واش تواصلتوا مع الاسره ديالو؟ الاسره ديالو مؤخرا قبل الجلسه غير بشي 10 ايام، الوالد ديالو سرد لي شي ناس،
جا عند القهوه جلس معاهم وتهاوت معاهم. قالوا لي راه بغى يجلس معاك. قلت لهم علاش اش بغى يجلس معايا؟ جا قال لك جي عزيك. اش ندير بالعزه ديالي؟ لا بنتي مشات، واش انا عاد نصافحوا ولدو قتل لي بنتي بواحد القتل الوحوش ما يديروهاش. قلت لهم الله يجازيكم بخير. ربعه ديال الناس اقتنعتهم ومشاو بحالتهم بواحد الارياحيه، ولا سرد لي ثلاثه واحد اخرين وجلست معاهم وتقاويت معاهم وقنعتهم ومشاو مرتاحين. راه واحد النهار انا جالس انا والصديق ديالي، هو جايب معاه جوج الناس وجاي لعندي، هزيت كرسي قلت له كان تخطوي جوج خطوات غنضربك بهذا الكرسي بعد من عطيني التيسع. صافي رجع بحاله. وكان شي ناس من الدارك تما شافوا الدارك والموقف شافوا ديك الشيء، ما جاو عندي ما هضر ما والو. صافي انا خويت ديك البلاصه اللي كيجلس فيها خويتها. علاش كانوا جاو؟ شنو الغرض؟ قال لك جاي يعزيك تمص الصلح، غير ما يهضرليش في الصلح. لا لا يجي غير يعزيك. قلت له انا ما عندي ما ندير بالعزه ديالو، واش عاد ندخلونا لداري ولا يجلس معايا؟ انا لا ساق الخبر عائلتي ولا حتى هي الله يرحمها راه ما تبغيش. وتما ما راه تجيش معايا حتى شي خطوات. كجلست معاه وعطيته الطعم، ما ولا خوتي يحرموني ما نقدرش، انا براسي ما نقدرش. با ما بينه وبينه حتى حاجه، كنشوفو كيشوفني عادي، انا حتى هو ضحيه بحالي بحاله. ورغم ذلك كان خصو يربيه، ولكن ما عنده ما يربيه. 18 عام راه تحمل المسؤوليه الراس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.